فرح قلبي بربي، ارتفع قرني بربي، فرح قلبي بربي، ارتفع قرني بربي، اتسع فمي على عدائي، ابتهجت نفسي بخلاصك، اتسع فمي على عدائي، ابتهجت نفسي، اتسع فمي على عدائي، ابتهجت نفسي بخلاصك، اتسع فمي على عدائي، ابتهجت نفسي، فرح قلبي، هللويا، فرح قلبي بربي، ارتفع قرني بربي، فرح قلبي بربي، ارتفع قرني، هللويا، اتسع فمي على عدائي، ابتهجت نفسي بخلاصك، اتسع فمي على عدائي، ابتهجت نفسي، افرح وهلل بالرب، افرح وهلل وارنم وابني حمدا، نفرح بالرب، افرح وهلل وارافق ترنمي، يا يسوع له ربي احبني وقد حررني خلصني للابد، ربي اقامني وقد بررني ملكني للابد، ربي احبني وقد حررني خلصني للابد، ربي اقامني وقد بررني نفرح وهلل، نفرح وهلل وارنم وهبني حياته، افرح وهلل واوصفك ترنمي، يا يسوع ربي احبني، ربي احبني وقد حررني خلصني للابد، ربي اقامني وقد بررني ملكني، هللويا، ربي ربي احبني، ربي اقامني وقد بررني ملكني للابد، من العالم يقوى من السيطان على كلامه لنا به، هللويا، يجعلنا احتف عيدك كده ويعلن هللويا، من العالم وكما من السيطان على كلامه لنا به، هللويا، يجعلنا أحكم من كل، هللويا، أقوياء 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 في المسيح، أقوياء 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 في المسيح، فرس اليوم الفتان، فرس، ارفع ايدك كده واعلن بنا يصنع المحال في اسم الرب يسوع، هللويا هللويا، نسير بنا ونغلب لنا نجاحنا بإله السماء، أقوياء فرس بيوم القتال بنا يصنع المحال، نسير بنا ونغلب لنا نجاحنا بإله السماء،
الرب يسوع وتقفز الجنان من أمامه يفتح وليس من يغلق في اسم الرب يسوع وتقفز الجبال من أمامه وتقفز الجبال من أمامه كالصور جعل جبهنا أصطاب من كل أعدائنا أنجحنا فمن يعوقنا من مجد إلى مجد دوما يقودنا كالصور جعل جبهنا أصطاب من كل أعدائنا أنجحنا فمن يعوقنا من يقودنا قد فتح السماء لنا بالبركة هللويا بركات من السماء فيجيبنا قد فتح السماء لنا بالبركة يا مرحبا يقول يا رب عدي من أمان به واجعله هاليلويا هاليلويا أغير الأوقات والأزمنة وهفتح فمن يردني يقول يا رب عدي هاليلويا ارفع ايدك كده قول نعم هيبة الرب عليا هيبة الرب عليا هاليلويا أغير الأوقات والأزمنة تاني هيبة الرب عليا يا كل يا رمادي من أمان بي واجعله علي من عهيبتي أغير الأوقات والأزمنة وأفتح فمن يردني أستطيع كل شيء في المسيح قوتي إلهي يهي أنا أحيا في النجاح ويقيمني على مرتفعاتي لن أقبل روح الفشل من كأيو نعم زيبة الجبال مثل الشمع لن أقبل روح الفشل من كأيو الجبال ربي ناهي يبني ماني ربي ناهي يبني ماني ويصنعه ويصنعه مفتخران أستطيع كل شيء في المسيح قوتي نعم هو نور العالم يودي سراجي ثانية يجعل الظلم نهاية يودي سراجي ثانية لا للأوهية ولا للقادمة لا للأوهية ولا للقادمة أتى زمان أتى زمان نهتف أتى زمان أتى زمان أتى زمان أتى زمان أتى زمان الفاوضات
لن أقبل روح الفشل من أنت أيها الجبل لن أقبل روح الفشل من أنت أيها الجبل ربي نهاي يبني ماني ربي نهاي يبني ماني ويصنعه يعطي للمعيا قدرة. ارفع ايدك عالي هللويا. يعطي للمعيا قدرة. ارفع ايدك خد قوة من الرب في هذه اللحظات. يعطي للمعيا قدرة. نعم هللويا. لعديم القوة شدة. نعم هللويا. السيد الرب يعينني. نعم هللويا. هو قوتي هو نشيدي هو صخرتي هللويا. هو المرتفع فوق الكل هو العلي إيل إليون. نعم ارفع ايدك عالي واعلن معي هللويا. السيد الرب قوتي وهو يمشيني على مرتفعاتي هللويا. ايه المرتفعات اللي جيت بيها الاجتماع النهاردة؟ هل هي مرتفعات خطية؟ السيد الرب يمشيك على مرتفعاتك يعطيك حرية ويغفر لك أخطاءك وخطاياك. ما هي المرتفعات التي أتيت به إلى هذا الاجتماع؟ هل معجزة شايف أنه أمر عظيم جدا يحتاج لمعجزة عظيمة؟ ارفع ايدك قول إلهي إله المعجزات. إلهي إله المعجزات العظيمة. نعم هللويا. ايه الامر اللي جيب بيه؟ امر نفسي من جوه شعر ان انت تعبان من ناس، شعر ان انت مضطهد من ناس، شعر. ارفع ايدك عالي باسم الرب يسوع ويعلن ايمانك معي هللويا. السيد الرب قوتي يمشيني على مرتفعاتي هللويا. وارفع ايدك واعلن معي انه بالحب وبالنعمة وبالحسم سيعالج الرب عيوبنا واخطاءنا. ارفع ايدك عالي هللويا. بالحب وبالنعمة وبالحسم. تشعر انه في امر فيه اعوجاج بداخلك؟ ارفع ايدك واعلن معي غنى النعمة التي تصحح اخطاءنا وعيوبنا. ويعلن معي غنى النعمة. نعم هللويا. التي أجزلها لنا الآب في المسيح يسوع. اعلن معي غنى النعمة التي تستر والتي تغير. اعلن معي غنى النعمة التي تمكنك من نفض الأتربة والأغطية من على رأسك ومن على بيتك ومن على حياتك في هذا الاجتماع. اعلن معي غنى النعمة هللويا. أتيت إلى هذا الاجتماع مكسور. يوجد هنا حاضرا في وسطنا يهوى رفا الرب الشافي الذي يجبر المكسور. نعم إيه المكسور اللي في حياتك؟ نرفع أيدينا عاليا. شاعر أنك بلا سند، شاعر أنك بلا ظاهر. لا الرب بيقول لك أنا السند أنا الظاهر. إيه اللي اتكسر في حياتك الوقت اللي فات؟ إحساس بالأمان، وجود الإخوة بجانبك، وجود أخوات باسم الرب يسوع.
في سنة وفاة عزية الملك دخل أشعياء وراء السيد الرب جالسا على كرسي عال ومرتفع. كانت في سنة وفاة عزية الملك، كان أشعياء متأثرا، بس قابله الرب مقابلة فيها حب، فيها نعمة، بس فيها تصحيح. ما أن رأى الرب جالسا على كرسي عال وأزياله تملأ الهيكل حتى صرخ يريد أن يقول للرب تعالى: طهر شفتاي أيها الرب. وطار واحد من الملائكة وأخذ جمرة من على المذبح ومس بها شفتاي إشعياء. ارفع يدك عاليا، هللويا. إذا كان هذا النبي، نعم، في العهد القديم، نبي العظيم في العهد القديم، وهو في العهد القديم وفي لحظات عولجت مشكلته الكبيرة، نجاسة الشفتين، كان بالحرية أبناء وبنات الرب في العهد الجديد. ارفع ايدك عالي، هللويا. هل تعبر في وقت تشعر فيه أنك في سنة وفاة عزية الملك وتقول آه، وبدأ يظهر عندي عيوب ومشاكل زي إشعياء؟ أريد أن أبشرك، الرب الحاضر في هذا الاجتماع يعالج مشاكلك بالحب، بالنعمة، بالحسم. ارفع ايدك كده واشكر الرب على الثلاث حاجات دول النهاردة: على الحب، على النعمة، على الحسم. هللويا. بالحب يقترب إليك، بالنعمة يلمس شفتيك، بالحسم يقول لك هذا الأمر الخاطئ سيصلح في هذه الليلة. الحب والنعمة والحسم في اسم الرب يسوع. ولتكن ليلة لهزيمة العدو، إعلان هزيمة العدو في الوسط، نعم، هللويا. لتكن ليلة لهزيمة أي أرواح شر بتحاربك، إعلان هزيمة العدو في هذه الليلة، نعلن معا، هللويا. أرفع يدينا جميعا ونعلن هزيمة للعدو في وسطنا في هذا الاجتماع، هللويا. أوه هللويا. وتجمعات الأرواح الشريرة سنسوقها مقيدة إلى خارج تخومنا. ارفع ايدك عالي كده، هللويا. لأسر ملوكهم بقبول، نعم، شرفاءهم هللويا هللويا. اي تجمعات شر اتت عليك، شوف نفسك كده، ارى هذا في هذا الاجتماع، نسوقهم مقيدين الى خارج تخومنا باسم الرب يسوع. ارفع ايدك بايمان كده واعلن هللويا هللويا. مستقيمة ويهور مجد الرب علينا. ارفع صوتك واعلن إيمانك، نعم، هللويا. أركيب تصير سهلا مع وجهك، تصير مستقيمة ويهور مجد الرب علينا. أركيب تصير سهلا مع وجهك، تصير مستقيمة صوت البوق في وسطنا. ارفع ايدك عالي، هللويا. يسمع صوت البوق في الوسط، نعم. نرفع يدينا جميعا، هللويا.
ونعلن نصرة في حروبنا. رعب الرب يسقط على أعدائنا. نعم رعبه يسقط على أعدائنا في اسم الرب يسوع. قوم وقف معايا، هذا ليس وقت للجلوس، لو قاعد قوم وقف معايا. رعب الرب يسقط على أعدائنا، رعب الرب يسقط على أعدائنا. نعلن انتصارنا جهارا لنا خير. نعلن انتصارنا جهارا لنا خير. رعب الرب يأتي على أعدائنا. هللويا. هيضربوا بالأبواب. سمعوا الجميع. نعم هللويا. ويعلو صوتك في أرضك بمسحة الرب لطرد الأعداء. ارفع إيدك عالي كده. هللويا. تعلو أصواتنا في أراضينا لطرد الأعداء. نعم لا للصمت لا للسكوت. تعلو أصواتنا في أراضينا لطرد الأعداء. هذا ليس وقت للصمت ولا السكوت ولا التأمل. هذا وقت ليسمع صوتك. هذا وقت ليسمع صوتك. ارفع ايدك كده وقول باسم الرب يسوع. لا حوادث مزعجة. ارفع ايدك عالي. لا حوادث مزعجة. هللويا. هللويا هللويا. احتفل بالرب الذي صنع ويصنع معجزات عظيمة ويطلق ولادات عظيمة. هللويا. لا تحيا منحصرا في نفسيتك. ارفع ايدك قول مستحق مستحق مستحق. هللويا. ان ياخذ المجد والكرامة والقوة. يضربوا بالأبواب فاسمه الله. هيا يضربوا بالأبواب سامعوا الجميع. والموسيقى تحمل مسحة عظيمة. هللويا. والعدو يرتعد من موسيقانا. هللويا. Hallelujah.
نسر بيشوف قدام. ارفع ايدك كده في هذه اللحظات وانت بتقول نورك يشوف العيون، صوتك يملى الودان. تنبأ على الوقت الاتي في حياتك، الحته اللي تحتيك دي النهارده الرب بيحط ايده عليها، متقلقش عليها. تنبأ على قدام الوادي اللي انت واقف فيه النهارده، متقلقش عليه. رب يحط ايده النهارده على الوادي ده، وباسم الرب يسوع اي ملوك غرباء دخلوا الى هذا الوادي في هذه الليله يطردون الى الخارج، واي تجمعات لارواح شريره دخلت الى الوادي، يعني ايه المنطقه اللي انت فيها دلوقتي، باسم الرب يسوع نسوقهم بكبول من حديد ونخرجهم الى خارج تخومنا. نمشي في موكب نصرته في كل حين. ارفع ايدك عالي كده واحنا بنقول نورك تشوف العيون. تنبأ على الشهر اللي جاي، تنبأ بالغنى، تنبأ بالوفرة، تنبأ بالراحة، تنبأ بالحضور الإلهي الذي يغمر حياتك. تنبأ أنك تعيد في هذا الشهر، وما أن تصل إلى عيد القيامة بتوقيتنا وتجد قيامة الرب منفجرة في داخلك في اسم الرب يسوع. ارفع ايدك عالي كده، هللويا. هذا موسم قيامة، نعم هللويا. ولأنه موسم قيامة في مرات يبدأ بدفن الحبة، لأن الذي يدفن يقوم، نعم هللويا. لأنه موسم قيامة، ارفع ايدك كده وقول بصوت عالي، موسم قيامة في اسم الرب يسوع. موسم قيامة لدعوتي، موسم قيامة لراحتي. ما ليك راحة في الرب، ده ميراثك، ما تتكسفش تعلنه. بقيت راحة لشعب الرب، نعم هللويا. موسم قيامة لوعود الرب في حياتي، موسم قيامة، موسم قيامة للتتميم، لمسحة التتميم في حياتي. ارفع ايدك عالي. هل الوقت اللي فات مشيت في حاجات بس لسه لم تتمم؟ في حاجة اسمها مسحة التتميم. يدي زربابل قد أسست هذا البيت، يداه أيضا تتممانه. ارفع ايدك عالي، ده كلمات الرب ليك. قولك أنا أدي أسست البيت بتاعك. البيت بتاعك ده ممكن يبقى بيتك الفعلي، ممكن يبقى خدمتك، ممكن، وأنا أدي هتمم البيت بتاعك. ويخرج حجر الزاوية، ده الحجر اللي بيعلن أن المبنى تم وكمل. من بين الهاتفين له كرامة كرامة، في الأصل نعمة نعمة. من بين الهاتفين له نعمة نعمة. كل اللي عليك أنك تقف النهاردة تهتف على الوقت اللي جاي، نعمة 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 في اسم الرب يسوع. ويخرج حجر الزاوية، من بين الهاتفين له كرامة كرامة، نعمة نعمة. يدي زربابل قد أسست هذا البيت. تقولي بس في حاجات كده بتعكسني اليومين دول، والعدو بيزق حاجاته وبيعمل حاجاته وبيسرق حاجاته، أقولك استمر، لأن مسحة التتميم آتية عليك.
وستفرح كفرح الحصاد. نعم هللويا. استمر، وكل ما تشوف العدو بيعمل حاجة اقف وقول باسم الرب يسوع ما يصنعه العدو كلا شيء وكالعدم. مسحة قيامة هللويا. ذكرني الرب بكلمة نبوية أعطاها لنا في بداية هذا العام عن الوجوه الأربعة، والرب كان بيتكلم كده أنا إلى عيد القيامة مسحة الأسد، إشراقة الأسد لحسم المعارك. شعر أنك في معارك، عظم الرب. ارفع إيدك وقول أشكرك، أنت قلت لي من بداية السنة وقلت لي أنه الشهر أربعة ده موسم للنهاية. هاليلويا هاليلويا. وأعبر في اسم الرب يسوع، أعبر أعبر على التعب النفسي، وأعبر على الخطية اللي مأيداني، أعبر في اسم الرب يسوع، لأن الأسد يشرق، لأن الأسد يشرق. ارفع إيدك كده هاليلويا، وأنا اتحد جميعا داخل القاعة خارج القاعة أيا كان دورك ومكانك. الشهر اللي جاي في يد الرب لإتمام أمور الرب في حياتي، وهتم أمور الرب بالنعمة اللي دعاني ليه الرب سيحققه في حياتي. وارفع ايدك وقال إن إيمانك أي حاجة بتحاول تعوقك لن تنجح، حتى لو بالعيان شعر إنه في نجاح. ارفع ايدك واعلن ايمانك، هو ده النسر. اي نجاح انا شايفه العدو في ارضي مش هيستمر، والرب سيعطيني نجاحا من يده. والمسحه ستتمم ما دعاني له الرب بايمان. ارفع ايدك، هل تعبر في سنه وفاه عزية الملك؟ عظم الرب لأنك ستراه جالسا على كرسي عال ومرتفع، وأزياله تملأ الهيكل. سنة وفاة عزية الملك طلعت سنة استقبال إرسالية جديدة في حياة إشعياء. قال من أرسل؟ قال ها أنا ذا. ارفع إيدك في هذه اللحظات عكس مشاعرك وقول له ها أنا ذا أرسلني، أنا زارسلني، أنا زارسلني. هللويا. أنا زارسلني. هللويا. أكرم الذين يكرمونني. هللويا. تسبيح بدل النواه،
وتعود وتدي جمال أول على عن الرمال ويخرج الأسرى أحرارا ويخرج الأسرى أحرارا ويخرج الأسرى أحرارا ارفع ايدك نصلي مع لأجل أبناء وبنات في اسم الرب يسوع بعاد عن الرب في لفة تاني حوالين الأسوار في هذا الشهر هللويا ويسقط الأسرى أحرارا هللويا يسقط الأسرى أحرارا هللويا في لفة تاني حوالين الأسوار لأجل أبناء وبنات في بيوت لأمهات وأباء ما يعرفوش الرب أو بعاد عن الرب أهو والرب كلمك ما في لفات في لفات الرب بيصنعها في توقيتات ونعم هللويا وفي لفة تاني في لفة تاني لإخراج الأسرى أحرار هللويا لف لف اللفة دي حوالين السور في هذا الشهر ولا تيأس لأن السور سيأتي يوم ويسقط في مكانه وستعطي الرب المجد هللويا 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 ادي المجد للرب كده هللويا 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 لن نكف عن الدوران حول الأسوار بالإيمان نحلق ونرتفع كالنسور بالإيمان نحلق ونرتفع كالنسور ولن نكف من الدوران حول الأسوار قال لا اذهبي مغفورة لك خطاياك لا تعودي تخطئي أيضا سواء كنت في هذا الاجتماع أو تسمعني عبر الإنترنت أو تشاهد فيما بعد الرب بيقول لأشخاص مقيدين بخطايا مغفورة لك خطاياك اذهبي ولا تخطئي أيضا لا تفعلي هذا مرة أخرى في اسم الرب يسوع هللويا حب ونعمة وحسم قول كده وانت واقف حب ونعمة وحسم حب ونعمة وحسم هللويا الله مغفورة لك خطاياك أو مغفور لك خطاياك اذهبي ولا تخطئي أيضا حب نعمة حسم لا تصالح مع الخطية ونعمة غنية لأجل الحرية في اسم الرب يسوع لا خوف في المحبة لأن المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى الخارج نيران الخمسين تستقر علينا في هذا الاجتماع وفي هذا الشهر هللويا نيران الخمسين تستقر علينا أبار النهضة لا تطم في اسم الرب يسوع أبار النهضة لا تطم في اسم الرب يسوع نهضة يعني خلاص الخطاة يعني امتلاء المؤمنين بالروح القدس يعني شفاء المرضى يعني حرية للمقيدين يعني تزيد الاحتياجات النهضة يعني معموديات جليلة بالروح القدس هللويا نرتفع كالنسور عاليا ونحن بيقين ونفاق فيما نحلق نرتفع كالنسور عاليا ونحن بيقين ونفاق قوة الروح قوة إلى قوة إلى
ويوجد مهارة روحية، ارفع ايدك كده في هذه اللحظات لأجل تتميم هذه المعجزات. المهارة الروحية دي انك تبص على الحتة الصغيرة اللي حصلت، حتى لو هي صغيرة قوي، حاجة حصلت من شهور، حاجة، وتعظم وتسبح وتعلن ان عبورك سيتم لأن الرب بدأ عبورك. لو بصيت ورا وما لقيتش في حاجة ابتدت من المعجزة، بص على عبور الشعب البحر الأحمر وقوله أشكرك لأنه الشعب عبر وأول مرحلة في المعجزة بتاعتي جاية. ده لو ما لقيتش، بس أنا متأكد أنه يوجد كثيرين في هذا الاجتماع هتلاقي حتة من المعجزة بتاعتك حصلت الوقت اللي فات. هذه المهارة أن تقف ممسكا بما صنعه الرب وتعير به العدو. العدو لا يطيق أن تعلن معجزات الرب في وجهه، أن تعلن ما صنعه الرب. والمعجزة المرحلية هتأتي لإتمام في اسم الرب يسوع. ارفع ايدك عالي لأن المعجزة المرحلية ستأتي لإتمام، حتى لو كانت كبيرة جدا جدا جدا، حتى لو عظيمة جدا جدا جدا. لو مش عارف تفتكر الجزء اللي خلص من المعجزة ومش عارف تميزه، عير العدو بعبور الشعب البحر الأحمر. أنا الرب علمني الدرس ده زمان. المعجزة بتاعت عبور الشعب للبحر الأحمر دي معجزتي أنا، دي معجزتي أنا، ده الجزء الأولاني من معجزتي أنا. وهذه المعجزة تحمل قيامة لأن الشعب دخل في البحر مدفونا، خرج يعلن عن قيامة. ماتت الحبة لم تبقى وحيدة وستأتي بثمر كثير. الحبة الوحيدة دي محدش يعرف عنها حاجة، مدفونة في الأرض محدش يعرف عنها حاجة، إذا ماتت أخذت قوة إماتة الرب في الصليب. تنفجر الحياة من هذه الحبة وفجأة يبقى في شجرة عظيمة هنا كان مكانها حبة محدش شايفها. هل تشعري أو تشعر أنك في هذه المرحلة؟ ارفع إيدك، عظم الرب لأن قوة القيامة تنبت نبت إلهي في حياتك. والمعجزة اللي أنت شفتها الوقت اللي فات دي مرحلة واحد. ارفع ايدك عالي حتى لو انت شاعر انها معجزة تمت، دي مرحلة واحد. لان عند الاب غنى كثير، عند الرب فدي كثير لعبيده، عند الرب فدي كثير لعبيده. ارفع ايدك وعظم الرب على ما صنعه معك من معجزة، بس قول انا انتظر مرحلة اثنين وثلاثة واربعة. الأسبوع اللي فات الرب قالهنا بشكل تاني، قالهنا بابتدائي واعدادي وثانوي وجامعة وماجستير ودكتوراه. والنهاردة الرب بيقول لك واحد واثنين ومرحلة ثلاثة ومرحلة أربعة ومرحلة خمسة من البركة من المعجزة في الارتفاع. هذا ما نرنمه ونؤمن به. ارفع ايدك عالي، هاليلويا، وتكون فقط في الارتفاع ولا تكون في الانخفاض، وتدركك هذه البركات. هللويا، تأتي عليك هذه البركات وتدركك. هللويا، لا للعنات. ارفع ايدك واعلن معايا لا للعنات. هللويا، لا للعنات الآتية من الماضي. وتنفض الأتربة. هللويا،
نرفع ايدينا عاليا. في نيران جايه من قلب الرب لتنقيه اجواءنا في البيوت. تنقى البيوت، تنقى اجواء البيوت الان في اسم الرب يسوع. ايا كان من يسمعني، اذا كنت في الطرف الاخر من الكره الارضيه، اذا كنت في استراليا، تنقى اجواء بيتك. نرفع يدينا جميعا ونعلن هللويا. تنقى اجواء غرف النوم من ارواح الشجار في اسم الرب يسوع. لا حدود لعمل الروح، الروح يذهب بقوته الى ابعد ما يمكن ان تتخيله او لا تتخيله. في الارتفاع
الارتفاع في الارتفاع في الارتفاع. وتقول يا رب في وسطينا تصنع يا وتشفينا ونقول انت الملك ونغني ليك وبايدينا نرفع علامك يا فدينا نعلم انت الملك. وتقول يا رب في وسطينا تصنع يا وتشفينا ونقول انت الملك ونغني ليك وبايدينا نرفع علامك يا فدينا راجل انت الملك. كل اللي كان صعب في حياتنا كل جبال وفت قدامنا انبر عليك فوقها بيماننا وتكون انت الملك. هتدوب قدامك على الجبال كل رمال يصبح جمال تصبح نريد يصنع محال عليك يا صامرين. وتقول يا رب في وسطينا تصنع وتشفينا ونقول انت الملك ونغني ليك وبايدينا نرفع علامك يا فدينا راجل انت الملك. باسم يسوع اراضي ابليس سلبها وعود جوانا الخوف هدمها لما نعلن ملكا في حياتنا وتكون انت الملك. يترد لينا كل مسلوب اضعاف بتحمي فينا وعود ونغني ليك وبها على صوت يا يسوع انت الملك. وتقول يا رب في وسطينا تصنع يا وتشفينا ونقول انت الملك ونغني ليك وبايدينا نرفع علامك يا فدينا نعلن يا صامرين. وتقول يا رب في وسطينا تصنع يا وتشفينا ونقول انت الملك ونغني ليك وبايدينا نرفع علامك يا فدينا نعلن يا صامرين. ارفع ايدك وزي ما الكتاب بيقول كده سلام. تامل في يعني ايه يسوع ملك. وانت بتعلن انه يسوع ملك يعني بتعلن انه التخوم بتاعتك دي مفيش حد يقدر يدخلها لانه الملك بتاعها هو يسوع. التخوم بتاعت بيتك مفيش حد يقدر يدخلها لانه تخوم بيتك من يملك عليها هو الرب. وانت بتقول يسوع ملك. تخوم صحتك لا يمكن ان تخترق في اسم الرب يسوع لان يسوع ملك الجسد للرب والرب للجسد. تقوم البركات المادية في اسم الرب يسوع لا تخترق لأن يسوع ملك. تقوم خدمتك لا تخترق لأن يسوع ملك. وانت بتقول يسوع ملك انت بتعلن انه التخوم دي تحت ملك الملك ملك الملوك. وارفع ايدك كده لأنه جعلنا ملوكا. ولو في حد بيشككك في انك ملك اعلن دائما الآية التي تقول الذين ينالون فيض النعمة وعطية البر سيملكون في هذه الحياة بالواحد يسوع المسيح. ارفع ايدك عالي ملوك وكهنة
ولو بتقراها بأي شكل آخر العهد الجديد يشهد أنك ملك. وهو ملك الملوك. يسوع ملك الملوك. ارفع ايدك عالي وقول يسوع ملك الملوك. جعلني ملكا وهو ملك الملوك. هو ملك الملوك. هو ملك الملوك. ملكه لا نهاية. لملكه لا نهاية. يسوع لملكه لا نهاية. رفعين رايات
غاية النصرة بغربي. انت الملك الوحيد، اعلن ملكك فينا يزيد، وعلى حساب دم الصليب على ابليس النصر اكيد. انت الملك الوحيد، اعلن ملكك فينا يزيد، وعلى حساب دم الصليب على ابليس النصر اكيد. في الهتافات والتسبيحات تحلف حروبنا منتصرين، وبأغنيات رفع الرايات رايات النصرة بالغالبين. بالهتافات والتسبيحات دخل حروبنا منتصرين، وبأغنيات رفع الرايات رايات النصرة بالغالبين. ليك القوة والسلطان، ليك بينزع كل الألحان، وبروحك بنفع دغان مجدك يعلى في كل مكان. ليك القوة والسلطان، ليك بينزع كل الألحان، وبروحك بنفع مجدك يعلى في كل مكان. الهتافات والتسبيحات نحن حروبنا منتصرين، وبأغنيات رفع الرايات رايات النصرة بغالبين. بالهتافات والتسبيحات نحن حروبنا منتصرين، وبأغنيات رفع الرايات رايات النصرة بقلبي. نرفع اسمك يا ابن الله، ده بسلطانك لينا حياة، تحلل اسمك كل جبال، تسبيحك من كل شفاء. نرفع اسمك يا ابن الله، ده بسلطانك لينا حياة، تحلل اسمك كل جبال، تسبيحك من كل شفاء. بالهتافات والتسبيحات تحمل حروبنا منتصرين، وبأغنيات رفع الرايات رايات النصرة بقلبي. بالهتافات والتسبيحات نحن حروبنا منتصرين، وبأغنيات رفع الرايات رايات النصرة بقلبي. ادي المجد للرب. هللويا هللويا هللويا. اشكرك لأنك حاضر في الوسط يا رب، غالب للأبد، وملكك على أراضينا لن ينتهي يا رب، والخطية لن تستطيع أن تعيق أي شخص فينا، لأننا بك سننتصر على الخطية، والقيود لن تستطيع أن تعيق أي شخص فينا، لأنك ستحطم وتحطم قيودنا أيها الرب. ونقص الإمكانيات لن يستطيع أن يعطل أي شخص فينا، لأنك إله غني، أنت غني في الرحمة، وأنت غني في عطائك لنا. ارفع إيدك وقول أشكرك، أنت الإله الغني في الرحمة، وأنت الإله الغني للذين يدعونك أيها الرب. غني للذين يدعونهم. أشكرك وأوجد لكم، وأوجد لكم.
ارفع ايدك وقوله اشكرك، انت توجد لي ايها الرب، تطلبونني فتجدونني، اذ تطلبونني بكل قلوبكم واوجد لكم. اشكرك دائما معي، معكم، معك انا في الضيق، انقذك وامجدك، اريك خلاصي. اشكرك لانك معي ممسكا فيك ايها الرب، ومفتخرا بك، وليس عندي هاليلويا كنز سواك. ارفع ايدك كده قول للرب كده هاليلويا، ليس عندي كنز سواك يا رب، انت كنزي الوحيد. واحنا رافعين ايدينا نصلي لشفاء للمرضى، لكل من يتابعوننا عبر الانترنت باسم الرب يسوع. البعض طلب صلاه للشفاء باسم الرب يسوع، الان شفاء خاص لك ولك وانت تتابعين عبر الانترنت. نعم هللويا. ولو بتشاهد هذه العظة فيما بعد، الان شفاء، شفاء للاقدام المتعبة، وشفاء للاذان، وشفاء للألسنة، وشفاء للعيون. لو في اي واحده امر صغير لكن الرب مهتم بيه، عندها تعلبه في شعرها او مبادئ كده ومتضايقه، نرفع ايدينا جميعا لان الرب يطلق شفاء لك. هللويا، الان شفاء باسم الرب يسوع، ينبت الشعر، الان شفاء. نعم هللويا. نعم امر صغير لكن الرب يهتم بامورك الصغيره، مجد للرب. ارفع ايمانك كده، ارفع ايدك هللويا. الامور الصغيره يهتم بها الرب. هللويا. أحبائي، وانت في روح الصلاة كده تذكرت هذه المعجزة اللي الرب عملها منذ سنوات طويلة، أطلق الرب كلمة علم في أحد الاجتماعات، شفاء الإصبع الصغير في القدم، ويبدو كأنه أمر بسيط جدا. في شخص كان يتابع من محافظة أخرى، واحدة وبنتها صغيرة، وبنتها دي عندها مشكلة في القلب، وعندها مشكلة في إصبع قدمها الأصغر، وبسبب المشكلة اللي في قلبها مش عارفين يعملوا لها العملية اللي في إصبع قدمها الأصغر. واستقبلت الأم والبنت كلمة العلم بإيمان، ورب شفاها في الحال، إصبع القدم شفي في الحال. والأم بعدت تشهد تقول وأنا في انتظار المعجزة الأكبر، إنه قلبها أيضا يشفى. الرب يهتم بك، ممكن يبقى الأمر صغير جدا بس عند الرب كبير، لأنه بيحبك، لأنه يحبك. حول الرب إلهك لأجلك اللعنة إلى بركة لأنه أحبك. هل تؤمن؟ ارفع ايدك، بص ليش، بص للرب. رب مستحق انك تبص عليه، تنظر عليه. وأرجوك سيبك من المشاكل اللي انت جاي بيها، لأنه رب عظيم موجود، ملك في الوسط، يريد أن يعطيك معجزتك. رأيت وجوه كثيرة في اجتماعات كثيرة يدخل عنده مشاكل قد كده ممكن يخرج بيها إذا لم ينظر للرب، بس إذا نظر للرب يجي الرب ينقلك في حتة تانية خالص. آمن، هذا هو الإيمان، هذه حياة الإيمان. ليست حياة الإيمان هي حياة التأمل في المشاكل أو الانحصار في المشاكل. يا رب أصلي ادي أشخاص في هذا الاجتماع رجولة جديدة لنعرف كيف نؤمن ونمتلك. ارفع ايدك في اللحظات الأخيرة في وقت الصلاة كده وقول هاللويا.
لأن الرب يديني إيمان جديد النهاردة ويصيرني رجلا في الإيمان، وصوت الرخاوة يطرد إلى الخارج، كلمات الرخاوة تطرد إلى الخارج. فيش حاجة اسمها مش قادر أتكلم كلمات الكتاب. ما بيقولش بولس مش قادر، بيقول أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني. قول كده سواء واقف أو قاعد، ارفع ايدك بإيمان وقول أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني. أستطيع أن أنتصر على الخطية، أستطيع أن أنتصر على القيود، أستطيع أن أنتصر على المرض، أستطيع أن أنتصر على الاحتياج. أستطيع كل شيء في المسيح يسوع. وإذا ظل هناك احتياج، قال بولس تعودت أن أستفضل أو إني أحتاج، ما عنديش مشكلة، أستطيع كل شيء. ارفع إيدك قول بإيمان أستطيع كل شيء. أحد رجال الله قالها كده، أحب قوي الجملة دي، قالها أستطيع أعرف إني أعرف وأعرف إني ما أعرفش. أعرف إني أعرف وأعرف إني ما أعرفش، ولما ما أعرفش ما أتضايقش، النعمة بتملاني. قال له تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. لن أنتزع هذه الشوكة بس تكفيك نعمتي. أعرف 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 ما أعرفش، أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني. هللويا هللويا هللويا. أشكرك لأنك حاضر في الوسط، أشكرك لأجل الكلمة مرسلة لكل شخص فينا. أعطنا شفاء يا رب ونحن نستمع إلى الكلمة، لأن كلمتك حياة للذين يجدونها ودواء لكل الجسد. أؤمن أن أشخاص أجسادهم تشفى وهم يستمعون إلى هذه الكلمة في اسم الرب يسوع.